بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم ابراهيم محمود مرسي. الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات، لان ظهرت معانا مشكلة في الفيديو اللي فات الخاص باستخراج شهادات للطلاب. لما عملنا الميلينج او الميل ميرج في برنامج الوورد، طبعا لما تفتح هيقول لك يعني انا عايز اعمل اشغل امر اس كيو ال، مفيش مشكلة طبعا لازم نشغله عشان يستدعي البيانات من الاكسل. كانت المشكلة اللي ظهرت معانا ان احنا لما بنروح على مراسلات كده وبنحاول ان احنا نشوف معينة، هيت ظهر معانا الارقام اللي هي الكبيرة دي زي ما حضرتك شايف، الرقم يعني العلوم 17 من 40 وفي 6 من 10 وبعدها اصفار كتير وبعدين 1 من كام مليون ولا من كام مليار اهو ماشي. طبعا الدرجة كده ما ينفعش خالص انها تروح للطالب بالطريقة دي او لولي الامر، فاحنا عاوزين نشوف حل للمشكلة دي. الفيديو ده استكمالا للفيديو السابق وهو ايجاد حل لهذه المشكلة. فعلا انا حاولت اني اوصل لحل للمشكلة دي، حاولت 4 محاولات، 3 محاولات الاولى فشلوا الحمد لله، وفي المحاولة الرابعة وصلنا لحل. هنعرض المحاولات والفشل والنجاح إن شاء الله، لا نخجل أبدا من المحاولات المتواضعة. دائما السقوط هو الذي يؤدي إلى الارتفاع والعلو. هنروح على الملف الإكسل، هنروح نفتح ملف الإكسل. طبعا لازم يجب اغلاق ملف الوورد اللي هو بنستخدمه في المراسلات، لان الملفين كده مرتبطين ببعض، فما ينفعش ان احنا نفتح ملف والتاني مرتبط بيه مفتوح في نفس الوقت، هيطلع لي رساله يقول لي ان كده ما ينفعش. فانا اول محاوله عندي ان انا حددت نطاق الارقام ورحت عملت له انقاص للمنازل العشريه من هنا، قلت له يعني شيل المنازل العشريه خلاص مش عايزينها ماشي، وحفظت. وبعدين رحت على الميل ميرج، اقفل ده ورحت على البرنامج الوورد، تطبيق الوورد، وفتحت وحاولت اشوف كده هل الموضوع اشتغل ولا لا. طبعا بيطلب مني جملة ISQL، قلت له ما فيش مشكلة. رحت على المراسلات والتالي والسابق، طبعا برضو نفس المشكلة في نفس الدرجات. يبقى المحاولة دي محاولة فاشلة، قفلت مع الحفظ او من غير الحفظ. ورحت على ملف الاكسل تاني، المحاولة التانية ان انا طبعا هرجع المنازل العشرية زي ما كانت. المحاولة التانية ان انا رحت على المعادلات دي، الخلايا دي، وعملت معادلة اللي هي امرا اللي هي راوند، تروي يساوي، تعال نشوف راوند هي بتقول ايه. راوند تقريب رقم الى عدد خانات رقمية معينة اللي هي المنازل العشرية يعني، ضغطت عليها كده وقلت له قرب لي الرقم ده كله اللي بين قوسين ده، حطيته بين قوسين لزيادة التأكيد، وبعدين الفاصلة المنقوطة، وقلت له 2 منازل عشرية فقط، وقفلت القوس وانتر. ده كان ابراهيم اللي هو اول حد معانا ماشي، وسحبت المعادلة ديت عشان ده العربي كده، قرب لي لأقرب 2 ديجيت، 2 منازل عشرية، حفظت وأغلقت الملف ده. رحت على الشهادات، دي المحاولة التانية على أساس إن أشوف هي اشتغلت ولا لا. طلب مني جملة الـ SQL، مفيش مشكلة، لقيت إن نفس المشكلة شغالة زي ما هي. روح على مراسلات التالي والسابق، نفس المشكلة، نفس الخطأ موجود عندي اهوت، الدرجة مش مظبوطة. طيب اغلقت من غير حفظ حتى او بحفظ مش هتفرق. رحت على الشيت، هعمل محاولة تالتة ان انا هاخد النطاق كله كوبي وباست. دي الطريقة ديت بعملها في لما بيكون في عندي ارقام فيها معادلات وكده، وانا مش عاوز المعادلات ديت،
كوبي كنترول سي وبعدين كنترول في في نفس المكان، يطلع لي الويزرد الصغير ده اقول له اعمل لي قيم، الزق لي اعمل لصق لقيم فقط مش ارقام، فكده ده رقم قيمة. تعال نشوف بقى هو هناك عامل حفظ اهوت، واغلق ده هشوف الميل ميرج هيكون فيه ايه، ملف الوورد اس كيو ال مفيش مشكلة. نعمل معاينة مراسلات، ها نفس المشكلة مفيش اي حاجة اتغيرت. طبعا كده معناه ان المحاولة دي هي كمان فاشلة. دي المحاولة التالتة، قفلت الملف رحت على ملف الاكسل تاني، دي المحاولة الرابعة والاخيرة ان شاء الله تنجح معنا المرة دي. انا هعمل ايه، انا هاخد نطاق القيم ده وهحوله الى من هو من رقم الى نص تكست، من رقم الى نص واحفظ اغلاق، اروح على هنا هيطلب مني اس كيو ال اقول له ما فيش مشكله اشتغل. هنا الحمد لله بفضل الله تم حل المشكله مباشره، المراسلات اهيت، التالي السابق كله شغال مفيش اي مشكله خالص ماشي. يعني حاولنا اربع محاولات، المحاوله الاولى فشلت والثانيه والثالثه، المحاوله الرابعه كتب الله لها النجاح، وكده اتغلبنا على المشكله اللي ظهرت معانا في الفيديو اللي فات اللي كانت عباره عن ان الارقام بيظهر معاها ديجيت كتير جدا اللي هو في المنازل العشريه اكتر مما اكتر من المطلوب واكتر من اللي المفروض تظهر عليه. تابعونا وما تنسوش تشتركوا في القناة، يعني نحتاج إلى دعمكم وإلى دعائكم. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.